قدامك قد ايه؟ في الطريق ليه؟ خلاص دخلت القاهرة. طيب انا اكون هناك ومستنيك وجاهز. يلا مع السلامة. سلام. ربنا يستر. قولي لجماعة يلحقوا عمار. انا عايزة اروح معاهم، محتاجة اشوف كل حاجة بعينيا، عايز اعرف مين اللي بيديهم الحاجة. ما بقدر اقولك لا. اللوكيشن معنا لايف، بيننا وبينه ربع ساعة بس. خدي بالك من نفسك. عمر الشاي بقى. يلا. النهارده بقى هتعرفي كل اللي انت كنت عايزه تعرفي من زمان. يا رب. الحاجه الوحيده اللي انا مستغربه لها ان هو بيتكلم في التليفون ما بيقولش اي معلومه. بالعكس، ده الطبيعي، والا ما كانش هيبقى موجود في الحياه اصلا. بعدين دلوقتي هتشوفي بعينك كل حاجه. معقول هيستقبل هنا؟ كل حاجة دلوقتي معقولة، بس دول 50 كيلو. ما تستعجليش، هنشوف دلوقتي. ألو. ها، هنتقابل فين؟ هبعتلك لوكيشن. أنا جاهز والحاجة وصلت. ماشي، أوكي. مع السلامة. إيه؟ هتضحك علينا. كان عارف ان احنا بنراقبه. زمان الحاجة وصلت في المكان. يلا يا عم رينجو، انجز وقلب الحاجة دي بسرعة. هو ايه لزوم الكلام ده؟ ما الحاجة تروح بعربيتها اللي هي جت عليها، ليه بقى ننزل ونحمل وكل وجع القلب ده؟ ما ينفعش اللي هيستلمه يعرفوا أي حاجة عن اللي بعتيه. نعم، ليه يعني؟ بص، هو عمار قال كده يبقى لازم يحصل كده. هو أنت فاهم حاجة؟ لا ولا أنا. هانت حاجة على الوصولة هي يعني، ومش شايف أي فلوس. هناخد بقية حقنا شيكات ولا ايه؟ ما انت دفعتني مقدم وما اتكلمناش. صبحي انا بكلم دنيا. نشوف الحاجة ونطمن والفلوس جاهزة. حقك طبعا. أي حد عايز أي حاجة هعملها له. ما تسمعينا صوتك كده يا غزال. ما بحبش أتكلم كتير. الشهادة لله، أنت أفعال. بتريقة دي ولا ايه؟ أشوف الحاجة وأقول لك.